نهاد شلبية مديرة العلاقات الخارجية والحكومية بشركة أكسون موبيل. النهاردة احتفالية رائعة بشباب المدرسة الصناعية المتقدمة في السويس، بس الأول خلونا أقول أن شركة أكسون موبيل شركة بقالها 110 سنة في مصر وناجحة جدا في مجالها العملي، ولكن أيضا ناجحة في استثماراتها في المجتمعات اللي هي بتعمل بيها، ونجاحنا ده بيرتكز على المبادرات اللي في مجالات التعليم والتنمية. نحن بنؤمن أن التعليم الجيد هو نواة التنمية للمستقبل كله ككل. احنا مبادراتنا بتشمل مجالات التعليم من محو الأمية لحد تعليم الجامعات على جميع المراحل، ولكن ايضا فخورين ان احنا سباقين في اننا ندخل في تطوير مجال التعليم الفني. احنا اول ناس دخلنا بشراكة مع مصر الخير في مدرسة السويس، يعني فكرنا كتير مع بعض ان احنا عايزين نختص بالتعليم الفني اللي هو مهم جدا بالنسبة لتطور البلد. الفكرة ان احنا كنا مشاركين مع مصر الخير في التعليم في التعليم العام، وبعدين فكرنا ان احنا ندخل بحاجة جديدة، وخصوصا اللي هو المنهج اللي اسمه ستام. كاكسون موبيل، اكسون موبيل تدخل دايما في عالميا في مجال التعليم اللي هو ستام، اللي هو العلوم والتكنولوجيا والهندسه والرياضيات، لان هو ده تعليم منهجي مختلف، التعليم والتعلم نفسه، بحيث ان بيبقى فيه ابتكار ويعني موهبه خلاقه، مش منهج الولاد بيدرسوه ويطبقوه بس كامتحان. فاحنا حبينا نجيبه هنا في مصر، وفكرنا مع مصر خير نعمله فين؟ في مدارس عاديه، ولكن يعني الحمد لله وصلنا ان احنا عايزين يعني نطبقه في مدرسة تعليم فني لقسم بتروكيماويات في حد ذاته، علشان برضو بيخدم الصناعة بتاعتنا. فدي كانت اول مدرسة فنية تطبق منهج الستام، وزي ما نقول كان في تحديات كتيرة في الاول. كان في تحديات ان احنا دعمنا تدريب المعلمين، دعمنا تدريب الطلبة، انشأنا المعامل اللي هي تساعدهم على انهم يبتكروا المنهج الجديد. فكان في تحديات ازاي نوصله، ازاي نوصله صلبيل اللي هو فيه دلوقتي. ما فقدناش الامل، الولاد كان عندهم حماسه كبيره، المدرسين والقائمين على المدرسه كان عندهم حماسه كبيره ان هم ينجحوا الدراسه دي، وفعلا اللي احنا شايفينه النهارده نموذج للنجاح. زي ما قلت، جوائز ما هياش اللي احنا عايزين نوصل له بس، لا، احنا عايزين نوصل ان احنا نطبق ده، الولاد دي تنزل لسوق العمل وتطبقه وتبقى في المصانع، تطور الصناعه في مصر علشان مصر كلها تجتمع. لا، ده طبعا البحث العلمي، وانا يعني على يقين ان الدولة بدأت تفكر جديا في البحث العلمي، وهيبتدي في رعاة للبحث العلمي نفسه، وان شاء الله ده نشوفه قريب. ولكن اللي هو تحت ايدينا دلوقتي هي المدارس اللي هي محتاجة انها تنمى. يعني اول ما تدي فرصة للطلاب، يعني قبل كده المدارس الفنية كانت مهمشة ملهاش مستقبل ومحدش عايز يروح فيها، يعني بيقولوا الطالب اللي هو مش هينفع يدخل المدارس الفنية. لا، احنا بنغير وجهة النظر دي، ان انت لما تدي فرصه للطلاب دول بيطلع منهم احسن حتى من اي مدارس عام. فانا شايفه ان لازم تعطى الفرصه للتنميه، تعطى الفرصه للابتكار، كل الـ يعني التولز او الـ هقول ايه، المساعدات تتيح لهم علشان يطلعوا احسن ما عنده. شكرا ليك، ميرسي.